نعم، قانون النفط والغاز هو يعني هذا القانون لطالما أثار جدل داخل أروقة المشهد السياسي العراقي وخصوصا البرلمان العراقي. هو طرح منذ سنوات وتم التعديل عليه أيضا من قبل أعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة، لكن لم يقر، لأن الإشكالية لا تكمن في القانون وإنما الإشكالية تكمن في الوضع السياسي القائم في العراق. الكثير من الكتل السياسية التي أسست أو التي تحكم العراق طبعا أسست على شكل طائفي أو مذهبي أو قومي، وبالتالي الجميع يبحث عن مصالحه من خلال تلك القوانين، من أهمها طبعا قانون النفط والغاز، قانون الأحزاب. لكن قانون النفط والغاز ربما يعد القانون الأكثر مشاكل، الذي يحمل مشاكل بالنسبة للكتل السياسية. لذلك جاءت هذه الدعوة باعتبار أن هذه الدعوة رافقتها دعوة أخرى من قبل رئيس الجمهورية، وهي الجلوس على طاولة حوار جادة ما بين الإقليم والمركز والتفاهم قبل إقرار قانون النفط والغاز. طبعا التوقعات تشير بأنه القانون لن يقر، على اعتبار أنه يعني تم التماطل في إقراره لسنوات كثيرة، وبالتالي لن يمرر هذا القانون بسبب عدم وجود أغلبية مريحة داخل مجلس النواب لإقراره في حال طرحه. طبعا هو لم يطرح حتى الآن، وبالتالي قد نشهد أيضا سجالات وخلافات كبيرة. أما طبعا الشق الثاني من دعوة رئيس الجمهورية فهي احترام الدستور، جاءت من منطلقين. المنطلق الأول أن رئيس الجمهورية مهمته حماية الدستور، وبالتالي جاء من هذا المنطلق لمسألة حماية الدستور أو وتعديل الدستور والقوانين الموجودة فيه. الأمر الثاني هو أن بعض فقرات الدستور باتت تعارض المشهد السياسي العراقي، منها تشكيل حكومة، اختيار رئيس الجمهورية إلى آخره من هذه الأمور، وبالتالي الدعوة أصبحت ملحة لتعديل الدستور. وهذا الأمر أيضا يصطدم بمسألة قبول الكتل السياسية. هناك من يريد تعديل الدستور وفقا لأهوائه، وهناك من يقول بأن الدستور منحه الكثير من الامتيازات وبالتالي قد لا يصوت على تعديل الدستور، وأن خصوصا وأن آلية تعديل الدستور تبدو معقدة. يعني في حال رفض ثلاثة محافظات أو إقليم للمواد الدستورية أو تعديل المواد الدستورية لن يعدل الدستور، وبالتالي دخلنا في دوامة سياسية أخرى دستورية قانونية سياسية.